العديد من الأندية الكبرى الأوروبية بدأت سباقاً شرساً للتعاقد مع النجم المغربي سفيان مرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف فيورنتينا الإيطالية، ودخل مانشستر يونايتد على الخط رغبة في ضم مرابط بعد إصرار شديد من المدير الفني إيريك تين هاج، والذي يرجع لسر خاص عمره 8 سنوات جعله يطلب ضم النجم المغربي. فما القصة؟ على مدار الأشهر الماضية تصدر النجم المغربي سفيان مرابط قائمة المطلوبين في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة بعد التألق الكبير خلال منافسات كأس العالم الأخيرة. أداء رجولي وشراسة هجومية ودفاعية وحائط صد قوي أمام أعتى المهاجمين، كل هذه الأمور جعلته أحد أهم الأسباب في احتلال المغرب المركز الرابع في المونديال كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. برشلونة كان أول المتحركين لضم مرابط خلال شهر يناير الماضي، إلا أن المفاوضات فشلت في ظل إصرار فيورنتينا على بيعه بشكل نهائي، وهو ما لم يكن ممكناً في ظل الأزمة الاقتصادية في البارسا. إدارة فيورنتينا وافقت على رحيل سفيان مرابط خلال انتقالات الصيف الحالي على أن تكون قيمة الصفقة بحد أدنى 30 مليون يورو وأن تكون على سبيل البيع النهائي. العديد من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في ضم سفيان مرابط قبل أن يدخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على الخط مؤخراً بعد طلب من الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق. تين هاج أكد لإدارة مانشستر يونايتد أن سفيان مرابط هو أولويته خلال انتقالات الصيف الحالي، خاصة وأنه وافق على شروط عقده الشخصية مع إدارة اليونايتد بالفعل. رغبة تين هاج في ضم سفيان مرابط لها بعد تاريخي وسر عمره 8 سنوات، إذ أنه أول مدرب منح النجم المغربي الفرصة للظهور على المستوى الأعلى في أوروبا. ظهر مرابط للمرة الأولى في الدوري الهولندي في 2015 تحت قيادة إيريك تين هاج مع نادي أوتريخت الهولندي، ما يعني أنه يعلم تماماً قدرات النجم المغربي ويدرك التطورات التي وصل إليها. تحت قيادة تين هاج لعب سفيان مرابط 50 مباراة بقميص نادي أوتريخت، سجل خلالها هدفاً وحيداً لكنه صنع 10 أهداف آخرين، بينما خلال رحلته مع فيورنتينا منذ 2020 لعب 107 مباراة ساهم خلالها في 2 هدفين في ظل زيادة أدواره الدفاعية. رحيل مرابط عن صفوف فيورنتينا يجب أن يتم بموافقة إدارة النادي الإيطالي في ظل عدم امتلاكه شرطاً جزائياً في عقده، والذي يمتد مع النادي حتى نهاية موسم 2024. النجم المغربي غاب عن منتخب بلاده خلال التوقف الدولي السابق لحسم مستقبله والفريق الذي سيلعب له خلال الموسم المقبل، مع رغبته في خوض تجربة جديدة مع أحد أندية القمة في القارة الأوروبية واللعب في مستويات الصف الأول.